أهلا بكم. لقي 7 أشخاص مصرعهم، بينهم 3 قاصرين، وأصيب 21 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت مساء اليوم الخميس 12 أغسطس 2021 على مستوى جماعة إمدونيت بدائرة مجار. وأفادت السلطات المحلية بإقليم شيشاوة أن الحادثة نجمت عن انحراف مركبة للنقل وسقوطها بمنحدر صخري على الطريق الإقليمي رقم 2038، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بشيشاوة لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، فيما استدعت الحالة الصحية لـ8 منهم توجيههم إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش. وأضافت السلطات المحلية أنه تم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث. المشاهدي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.